أهلوك قد قلبوا التراب وحولوا الذرات تبرا، نشروا جنودهم تورد ربوة وتشق صخرة في كل أنملة عصا موسى بماء الخصب يجرى. لم يكفهم لبنان فافترعوا المدى المجهول بكرا، عادوا بأشرعة الفلاح ليزرعوا بخعون فخرا. هذه المنطقة وبخعون بالتحديد لعبت دورا سياسيا كبيرا، من حيث أنها وإن كانت سير هي عاصمة الإدارية للقائمة المقامية، إلا أن بخعون تعتبر هي العاصمة الاقتصادية والعاصمة إذا أردت الثقافية لمنطقة الضمنية. لعبت دورا كبيرا انطلاقا من عام 1960 عندما تحولت الزعامة، زعامة سياسية من سير حيث مقر آل رعد وآل الفاضل، زعامة سياسية انتقلت وبدأت تزاحم بخعون، بدأت تزاحم سير على زعامة منطقة الضنية، وكان منها زعيم الأشهر ونائب المعروف المرحوم مرشد الصمد. وأنا أذكر أنا أحد تلاميذ مدرسة بخعون الرسمية، وأفتخر بأن لي زملاء وأصدقاء من طرام، من بطرماز، من سير، من حقل العزيمة، من الخردوب، من كل مناطق الجوار، حيث لم يكن هناك مدارس، وخاصة في المرحلة المتوسطة كانوا يأتون إلى مدرسة بخعون لتحصيل العلم والتربية. لا أنا كنت جايب سيارة من الدكان كبيرة هيك على رمان، طلعت إنه هيديك سيارة وأنا يمكن أصنع مثل سيارة. جتني فكرة إذا بصنع مثل إنه هيك إنه بتطلع شيء إنه أنا بستفيد منه، جبت صرت بدي إنه أقلدها، فرطت السيارة، تعلمت كيف، صرت جيب أغراضها وأعمل. جبت خشبة، صرت فخوت محل دواليب ومحل الموتير، حطيت دواليب وجبت سياخ وجبت شاليمون بيبسي، وصرت حطهم بقلبهم ولزقهم ببعض، وجبت شرطتين صرت أعمل فيها هيك، صارت سيارة بس ما لها مروحة، حطيت لها موتير تاني من فوق، حطيت لها مروحة. أنا بنشكر المدرسة لأنه أنا كنت عم بعمل هيدي السيارة، جبتها عطوني هدية عليها. أما رجع اجت لنا دومازيل وقلت له للمدير انه فينا نعطيه اشي يعملها وزكي، قام قال لي ماشي، صار يعطوني حق الاغراض وقالوا لي فيك تعمل، قلت له ما غصبوني ولا شيء، دغري جبته وصرت نفذه بالبيت. لاحظ الطلاب بالجامعات عم يخلصوا بس ما كلتهم عم يلاقوا فرص عمل، هيدا عم يضطر يهاجر، هيدا عم يضطر يشتغل بغير اختصاصه، كمان هي يعني معضله كثير اساسيه. هلا من حيث السياحه بيكفينا نحن هالبقعه اللي ربنا خلق لنا اياها قديش هي جميله، يعني هي كاساس للسياحه. العنصر الثاني انه قريبين من المدينه وقريبين من الجبل، يعني نحن كوسط بقضاء المنيا الضنيه. وبنفس الوقت انه عندنا مثلا هلا مشاريع جديده مثلا مثل قصر الاحلام.
قصر الأحلام هلأ صار عم يستقطب كتير ناس، وهي تجربة فردية على فكرة. حدا شخص قرر أنه يعمل شيء بحياته وعمل هالقصر، ويعني يمكن هو بعتقد يعني ترك القصر أو توفى، وفي هلأ أولاده عم بيقوموا بالمهمة. بس القصر على فكرة نمط شغله كتير مهم، عم بيجوا ناس من كوريا، عم بيجوا ناس من بيروت، عم بيجوا ناس بس ليشوفوا كيف هالشخص الفردي قدر انه يعمل هالقصر بوحده. كان الوضع شوي صعب، بعدين تأقلمت على الجو وصاروا رفقاتي، وصلنا نحكي مع بعضنا ونمشي ونقول على بعض، صاروا مثل ما حس بشي. كثير بنلعب يعني، ما كل شيء كل أحد بنلعبه. مثل شو؟ طمينا والثعلب وحبلة والعرجة كل شيء. بس أوقات بيكون في فرق بالألعاب، إنه هني بيلعبوا شيء ونحن شيء، بس نتشارك على شيء آخر شيء. يعني مرة بنلعبها على طريقته مرة على طريقتنا. أنا بحس ما في فرق، نزلت الشيء ما في، إنه بقوله إنه ما في فرق، نحنا سوريين نحنا لبنانيين، نحنا لو صار معنا هيك نحنا أكيد كنا جانا لسوريا، فأكيد إنه ما في فرق أبداً. والسوريين واللبنانيين هني في شخص واحد، ما في اختلاف بيناتهم. إذا أنت اطلعت على المنطقة اللي هي على بخعون والضنية بأكملها، هي الناس اللي اشتغلت بإيديها وبزنودها أن أسست بساتين وأنتجت بدون ما تتدخل فيها أي آلة، بإيديهم يعني بإيديهم وبسويدهم بنوا هيدي المنطقة. هناك مشروع آخر ومهم جداً، هو مشروع تجمع المدارس الذي كان حلماً منذ سنة 1972. الحمد لله اليوم حصلنا على التمويل اللازم، وسيتم هذا البناء في بخعون، وقد تمت الموافقة على التمويل، تمت إحالة المعاملة الرسمية من وزارة التربية إلى مجلس الإنماء والعمار، وتم تحديد مبلغ 4 مليارات و200 مليون ليرة لإنشاء هذه المدرسة.